الرئيس السيسي يؤكد خلال حفل إفطار الأسرة المصرية لاستمرارها في دعم الطبقات الأولى بالرعاية. شهداء ومصابون في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدينتي خان يونس ورفح جنوبي غزة. الجيش الصيني يجري مناورات في بحر الصين الجنوبي بالتزامن مع تدريبات رباعية تشارك فيها واشنطن ومانيلا. العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بحضراتكم، ونستهل مع حضراتكم هذه النشرة مع الزميلة دينا سلامة. إليك دينا. أهلا بك محمد، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. والبداية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في تنفيذ إجراءات الإصلاح المسار الاقتصادية، وفي كلمته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية لفت الرئيس السيسي إلى الاستمرار على دعم الطبقات الأولى بالرعاية. شعب مصر العظيم، بالأمس القريب أديت اليمين الدستورية معاهداً الكل على رعاية مصالح الشعب ومحافظاً على سلامة أراضيه، واليوم أعهد الله أن أستمر في السعي والاجتهاد من أجل رفعة وعزة مصر وتوفير الحياة الكريمة لشعبها والحفاظ على أمنها القومي واستقلالها وريادتها ودورها الدولي، مؤكداً لكم على ما يلي: أولاً، الاستمرار في تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادي قائمة على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية. أعرب رئيس عبد الفتاح السيسي عن عظيم امتنانه بوجوده وسط الأسرة المصرية، وأكد الرئيس السيسي أن الأمة المصرية صنعت التاريخ والحضارة مجددا الوعد في مستهل فترة رئاسية جديدة، وأكد السعي أن تكون مصر في صدارة الأمم. أود في بداية حديثي أن أعبر عن عظيم امتناني بهذا الحضور الكريم وسعادتي البالغة بأن أتواجد في وسط الأسرة المصرية التي أعتز بها وبالانتماء إليها، تلك الأسرة التي تجمعنا في وطننا الغالي مصر، وتعبر عن أمتنا العظيمة الأمة المصرية العريقة التي بدأت التاريخ وصنعت الحضارة وبقيت رمزا للخير والسلام والقوة. وإنني أغتنم هذه الفرصة الطيبة كي أجدد معكم الوعد في مستهل فترة رئاسية جديدة بعد أن جددتم الثقة والعهد بيننا في استحقاق انتخابي شهد العالم بنزاهته ومظهره المشرف. السيدات والسادة، إن الميثاق والعهد بيننا قائم على الصدق والتجرد في النوايا والعمل بتفان والاجتهاد لأقصى قدر ممكن نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، ونسعى لأن تكون مصر في صدارة الأمم. لا نلتفت لمن يسعى لتشويه الحقائق ولا لمتربسي إراقة الدماء والقتل. وقال الرئيس السيسي إن الشعب المصري هو البطل والمعلم الذي تحمل الصعاب وواجه التحديات، مؤكدا أنه على الرغم من التحديات إلا أن إرادة المصريين صنعت دولة ديمقراطية، وأن سواعد أبناء مصر شقت الصخر في كل ربوع الوطن للبناء. وعلى الرغم من جسامة التحديات التي واجهناها على مدار عقد من الزمان، إلا أن إرادة المصريين علت عما سواها ونفذت إرادتهم وأحلامهم المشروعة في بناء دولة ديمقراطية أساسها العلم والعمل وتسعى نحو السلام والتنمية، وفي سبيل تحقيق ذلك دفعت أمتنا ضريبة الدم وقدمت التضحيات الغالية. وبينما كنا نواجه الإرهاب وغدره بصدور رجالنا في الجيش والشرطة، كانت سواعد أبناء مصر تشق الصخر كي يعلو البنيان في كل ربوع الوطن، وتوحدت القلوب تحت ظل راية مصر ولم تفرق بين رجل وامرأة،
أو مسلم ومسيحي أو عامل وفلاح، وخلصت النوايا من أجل تحقيق النصر المبين في معركتي البقاء والبناء. ولقد كان الشعب المصري هو البطل والمعلم الذي تحمل الصعاب وواجه التحديات. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية اعتزاز لرجال القوات المسلحة المصرية ولكل علماء مصر وإعلاميها ومثقفيها. أوجه كل تقدير وامتنان لكل أم مصرية وزوجة وابنة قدمت الأب والأخ والزوج والابن شهيدا كي تهب لنا الأمان والوطن، وتحية اعتزاز لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية الذين وهبوا لمصر الأمن والأمان، وتحية لكل علماء مصر ومعلميها وعمالها وفلاحيها ومثقفيها وإعلاميها، كل في موقعه كان بطلا من أبطال هذا العقد الفريد من عمر الوطن. وأكد الرئيس السيسي أهمية الاستمرار في الحوار الوطني والنقاش بكل سعة صدر، مضيفا أن مخرجات الحوار الوطني تتعدى 90 توصية ومقترحا. احنا كنا أطلقنا النداء ده أو الفكرة ديت أو الحالة دي، حالة الحوار الوطني، في إبريل 22 زي ما ذكرت كده، والنهاردة اسمحوا لي أقول لكم أن الدكتور ضياء اداني مخرجات بتوصيات ومقترحات تتعدى 90 توصية ومقترح. وانا بقول للدكتور ضياء وبقول لينا كلنا، احنا محتاجين، اولا انا بشكركم على اللي تم لغايه دلوقتي، لكن احنا محتاجين ان حاله الحوار والنقاش والتواصل فيما بيننا تستمر، في كل الموضوعات اللي احنا محتاجين نتكلم فيها ونتناولها بكل سعه صدر. وأكد رئيس السيسي أن وضع قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني، وفي الصدارة منها توفير الحياة الكريمة اللازمة له وسبل جودة الحياة بشكل عام من خلال توفير بيئة التعليم الجيد والخدمات الصحية اللائقة والسكن الكريم. وضع قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني، وفي الصدارة منها توفير الحياة الكريمة اللازمة له وسبل جودة الحياة بشكل عام من خلال توفير بيئة التعليم الجيد والخدمات الصحية اللائقة والسكن الكريم. يعني هطلع هنا دقيقتين بس في النقطة دي، لأن احنا عملنا خلال السنين اللي فاتت حاجات كتير قوي في عملية البقاء والبناء، اللي احنا قلنا ان احنا نحافظ على الدولة انها ما تنهارش وما تضيعش مننا وتضيع ويبقى فيه اقتتال، وعملنا شغل على الأرض عشان تبقى معالم دولة تناسب الوقت اللي احنا موجودين فيه. ولكن النقطة اللي انا بذكرها دلوقتي ده جهد كبير جدا، احنا مسؤولين كلنا ان احنا نتحرك في بناء وصياغة الشخصية المصرية عشان السنين القادمة. فاحنا لما بتكلم على تعليم جيد احنا جادين في هذا الأمر، لما بنتكلم على تأمين صحي شامل احنا جادين في هذا الامر، مش بنقوله كلام هنا بنطرحه ثم مش هيكون في برامج واضحه وقويه تحقق لنا الاهداف دي. واكد الرئيس السيسي استمرار مصر في سياسه الاتزان الاستراتيجيه التي تنتهجها الدوله المصريه تجاه القضايا الدوليه والاقليميه، والتي تحددها محددات وطنيه واضحه في مقدمتها مراعاه ابعاد الامن القومي المصري والسعي لاقرار السلام الشامل القائم على العدل ودعم مؤسسات الدول الوطنيه واحترام اراده الشعوب. الاستمرار في سياسه الاتزان الاستراتيجي التي تنتهجها الدوله المصريه تجاه القضايا الدولية والإقليمية والتي تحددها محددات وطنية واضحة في مقدمتها مراعاة أبعاد الأمن القومي المصري والسعي لإقرار السلام الشامل القائم على العدل ودعم مؤسسات الدول الوطنية واحترام إرادة الشعوب.
يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين. وأفاد مراسل إكسترا نيوز بأن معبر رفح شهد يوم أمس عبور 75 شاحنة، بينها 15 شاحنة مساعدات طبية، كما شهد المعبر عبور 19 مصابا و 33 شخصا من مرافقي المصابين. كما أشار مراسلنا إلى عبور 8 شاحنات وقود بواقع 4 شاحنات غاز وأربعة أخرى سولار. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، واصلت مصر اعمال الاسقاط الجوي اليومي للمساعدات الانسانيه والاغاثيه على شمال قطاع غزه، وذلك في اطار الجهود المستمره التي تبذلها الدوله المصريه لضمان انفاذ المساعدات الانسانيه لقطاع غزه. في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واصلت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز C-130 وكاسا تنفيذ مهام الجسر الجوي الإنساني من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مدار يومي 5 و 6 من شهر إبريل الجاري، لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير جانب من الاحتياجات الأساسية اللازمة في ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيين جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق جنوبية قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طيران الاحتلال شن غارات على منازل في حي الجنينة بمدينة رفح الفلسطينية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين. كما نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على مناطق متفرقة غرب مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات بالتزامن مع قصف نفذته مدفعية الاحتلال الإسرائيلي على مناطق واسعة جنوب وغرب المدينة.
وأوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف كاثرين راسل أن العدوان الإسرائيلي على غزة تسبب في استشهاد أكثر من 13,000 طفل وإصابة عدد لا يحصى من الأشخاص، مضيفة أن حجم وتيرة الدمار في قطاع غزة صادمة. وطلبت المسؤولة الأممية بوقف إطلاق النار في غزة الآن، خاصة بعد تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات واستشهاد المعلمين والأطباء والعاملين في المجال الإنساني، محذرة من أن المجاعة في غزة وشيكة. بعد نحو أسبوعين من مداهمات وحصار، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مستشفى الشفاء بغزة، وتمكنت بعثة منظمة الصحة العالمية من دخول المستشفى لتندد بحجم الدمار الهائل الذي لحق به. هيكل فارغ تملأه الجثث، هكذا وصفت بعثة منظمة الصحة العالمية الوضع في مستشفى الشفاء والذي تعرض لدمار هائل جراء القصف الإسرائيلي والحصار الذي فرض عليه. فبعد نحو أسبوعين من مداهمات وحصار، انسحبت قوات الاحتلال من المستشفى الذي كان يعد من أكبر مستشفيات غزة، وتمكنت بعثة منظمة الصحة العالمية من دخول المستشفى ونددت بحجم الدمار الهائل الذي لحق به. ووصف مسؤول البعثة مجمع الشفاء الذي كان يمثل العمود الفقري للنظام الصحي في غزة بالهيكل الفارغ الذي تملأه المقابر البشرية بعد الحصار الأخير. هذا المكان كان به قسم الطوارئ، وكما ترون فقد تم تدميره بالكامل. يمكنك رؤية الدمار الشامل في كل مكان، والأهم هناك رائحة فظيعة للجثث من حولي. ساحة المستشفى تحولت إلى مقابر للأشخاص، هذا أمر فظيع ولا يمكن تصوره. يجب أن تتوقف هذه الحرب الآن. أعضاء فريق المنظمة الأممية أكدوا أن غالبية مباني المجمع الطبي لحق به دمار هائل، وأن الأصول تضررت بغالبيتها أو تحولت إلى رماد. وبحسب فريق المنظمة فإن استعادة الحد الأدنى التشغيلي لمجمع الشفاء الطبي على المدى القصير تبدو غير ممكنة. ووصف الأطباء العاملون في مستشفى الشفاء الوضع في المجمع الطبي بالكارثية، مناشدين المجتمع الدولي التدخل لإنقاذ شمال القطاع بشكل خاص من الكارثة الإنسانية التي يعيشها جراء قصف وحصار الاحتلال. ومن بين المستشفيات الرئيسية 36 في غزة، فإن هناك 10 مستشفيات فقط ما زالت تعمل جزئيا وفقا لمنظمة الصحة العالمية. قالت المسؤولة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبينيز إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ملزم تماما ويجب تنفيذه. وأوضحت ألبينيز أنه لا يوجد أي إجراء واضح فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، مشددة على ضرورة تنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن. وفي السياق أشارت المسؤولة الأممية لوجود أشياء كثيرة يجب القيام بها لضمان تدفق المساعدات إلى غزة، بما في ذلك فتح جميع المعابر. حذرت منظمات الإغاثة من أنها ستوقف أنشطتها في غزة إذا لم يوفر الاحتلال الإسرائيلي التأمين الكافي للعاملين في هذا المجال الإنساني. رغم عمليات الاغتيال الممنهجة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق عمال الإغاثة والمساعدات في غزة، إلا أن المتطوعين للعمل الإنساني لم يتركوا مهمتهم الإنسانية في خدمة أهالي القطاع الذي أصبح على شفا المجاعة. اغتيال موظفي الإغاثة التابعين للمطبخ المركزي العالمي دفع بالعديد من المنظمات إلى التحذير من أنها ستوقف أنشطتها في غزة
إذا لم يوفر الاحتلال التأمين الكافي للعاملين في هذا المجال الإنساني. برنامج الأغذية العالمي أحد أذرع الأمم المتحدة ومن أبرز الفاعلين في العمل الإنساني في غزة، طلب سلطات الاحتلال بتوفير الغطاء الأمني الكافي لموظفيه في غزة كي يتمكنوا من مواصلة تقديم المساعدات لسكان القطاع. لقد تمكن برنامج الأغذية العالمي من تقديم الطعام لمليون شخص كل شهر لأنهم يعتمدون علينا بشكل كامل، ولكن لدينا تحديات. ليس لدينا الضمانات الأمنية اللازمة للعمل هنا، يحتاج الناس أيضا إلى أن يكونوا آمنين. لذا لكي نتمكن حقا من توسيع نطاق العمل لتجنب المجاعة وحتى لا يضطر الناس إلى الموت لأنهم لا يملكون الغذاء، فإننا بحاجة إلى ضمانات أمنية ليس فقط لنا كعاملين في المجال الإنساني، ولكن أيضا للأشخاص الذين نساعدهم. ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، فإن المجاعة تقترب بشكل خاص من شمال غزة، حيث توجد أدلة على أن جميع عتبات المجاعة الثلاثة، انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والوفيات، سيتم تجاوزها في الشهرين المقبلين. والله هي الوحيدة يعني اللي بنقدر نطعم فيها أولادنا. أول ما جينا تصدق إنه كنا ناكل الخبز المعفن من غل الأسعار هنا، وهي الوحيدة اللي بنجيب منها أكل للصغار. أنا عندي عن ثلاث أولاد وبنت، بدهم من وين أجيب لهم؟ مش مقدرت مصاري كل يوم أصرف أنا معيش. هذه يعني التكية هي اللي بتوفر علينا، هي المأمن إحنا كل يوم عليها. قال رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك إن المملكة المتحدة مصدومة مما وصفه بحمام الدم في غزة، مشددا على ضرورة وقف هذه الحرب التي وصفها بالرهيبة. وأعرب سوناك عن صدمته جراء مقتل البريطانيين الذين نقلوا الطعام للمحتاجين في غزة، مؤكدا على ضرورة تدفق المساعدات. وفي السياق ذاته شدد رئيس الوزراء البريطاني على أن أطفال غزة بحاجة إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق نار مستدام طويل الأمد. تسبب النقص الحاد في المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة في وفاة العديد من الأطفال في مستشفيات الشمال. نتابع. ما هي إلا نقطة في بحر من الاحتياجات اللازمة لمواصلة العيش والنجاة في أرض تشهد أسوأ الأزمة الإنسانية في تاريخ البشرية. شحنة مساعدات طبية وإنسانية تمكنت من الوصول إلى أحد مستشفيات شمال قطاع غزة الذي تحكم إسرائيل قبضتها عليه، وتمنع وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مرافق القطاع الصحي. وتسبب النقص الحاد في المساعدات الإنسانية والطبية في وفاة العديد من الأطفال في مستشفيات الشمال نتيجة للمجاعة وعدم توفر العلاج والجفاف. طبعا وبعد خروج مستشفى الشفاء عن الخدمة وأصبح هناك أعداد كبيرة جدا تتوافد إلى مستشفى كمال عدوان في شتى التخصصات، والكل يعلم مستشفى كمال عدوان هو مستشفى صغير، ولكن رغم ذلك ورغم شح الإمكانيات والمستلزمات وجهنا عدة نداءات يعني استغاثة لكافة المؤسسات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية، والحمد لله رب العالمين اليوم وصل يعني وصل لدينا إلينا بعض المستلزمات والأدوية المهمة جدا لمستشفى كمال عدوان، اللي إن شاء الله هذا حيجعلنا نحن نقدم خدمة آمنة لأبنائنا في غزة وفي شمال غزة إن شاء الله. ومع فضاحة الأزمة الإنسانية أكدت منظمة الصحة العالمية أن مستشفيات شمال غزة أصبحت مكتظة بالمرضى وتفتقر إلى كل الإمدادات الطبية والمواد الغذائية اللازمة لخدمة مئات المصابين من القطاع. ودعت المنظمة إلى توفير ممر مستدام وآمن لتوصيل المساعدات الإنسانية في شمال القطاع. شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية مظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا. دعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة. وثق تقرير لشبكة NBC نيوز الأمريكية سلسلة من الهجمات السابقة التي استهدفت عمال الإغاثة
في وورلد سنترال كيتشن ومنظمات إنسانية أخرى في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب. وكشفت الشبكة أن عمال الإغاثة والبنية التحتية الإنسانية في غزة تعرضوا لعدة هجمات في الأشهر التي سبقت الغارة التي استهدفت موظفي وورلد سنترال كيتشن. وكشفت الشبكة أنه خلال الأشهر الماضية أسقطت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنبلة تزن 1000 رطل بالقرب من مبنى سكني لعمال الإغاثة من لجنة الإنقاذ الدولية. انعكس موقف الرئيس الأمريكي بشكل كبير على أداء حملته الانتخابية وتعالى صوت الغضب الشعبي المطالب بضرورة وقف العدوان على غزة. انخفاض كبير في شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب طريقة تعامل إدارته مع الحرب في قطاع غزة وعدم تمكن واشنطن من كبح جماح حليفتها إسرائيل ومنعها من ارتكاب مزيد من الجرائم اللا إنسانية. فمنذ 7 أكتوبر الماضي لم يتخلى بايدن عن موقفه الداعم لإسرائيل، وظن أنه لن يكون بمنأى عن تداعيات الأزمة الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان غزة، فضلا عن فداحة أعداد الشهداء والمصابين جراء العدوان الغاشم على القطاع. وبعد 6 أشهر انعكس موقف الرئيس الأمريكي بشكل كبير على أداء حملته الانتخابية وتعالى صوت الغضب الشعبي المطالب بضرورة وقف العدوان على غزة والسماح بدخول المساعدات للسكان الذين يموتون جوعا. مجلة نيوزويك الأمريكية نشرت مقالا في صفحتها الرئيسية حول شعبية الرئيس تحت عنوان شعبية بايدن تنخفض بشكل كارثي بسبب تعامله مع الحرب على غزة، وذلك وفقا لاستطلاعات الرأي التي أظهرت انخفاض شعبية بايدن ب9 نقاط بين أكتوبر ونهاية مارس الماضي. انخفاض شعبية الرئيس الأمريكي والضغوط الأمريكية الدولية التي تمارس على واشنطن لوقف العدوان الإسرائيلي ربما كانت وراء التغير الطفيف الذي طرأ على الموقف الأمريكي تجاه الحرب في غزة، وظهر ذلك جليا في رد فعل واشنطن على اغتيال موظف الإغاثة التابعين للمطبخ المركزي العالمي. ففي أعقاب هذا الحادث المأساوي تغيرت لهجة الحديث الأمريكي لإسرائيل ودعت واشنطن سلطات الاحتلال إلى إجراء تحقيق سريع وشفاف في هذه الجريمة، بل وأعلنت أيضا هي وعدد من الدول الغربية أنهم سوف يقومون بمراجعة تقرير إسرائيل حول الحادث. هذا الهجوم أثار غضبا في الأوساط الأمريكية وخاصة لدى عدد من أعضاء الكونغرس البارزين والذين طالبوا إدارة بايدن بوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل ردا على هذا الهجوم، كما ضغط بايدن على رئيس الوزراء الإسرائيلي من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة المحاصر. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قرى وبلدات جنوب لبنان، وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه جبل العلام، بينما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدة السفري بقضاء بعلبك وغارات أخرى على مرتفعات سلسلة جبال لبنان الشرقية على مقربة من الحدود اللبنانية السورية من دون وقوع خسائر بشرية. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن صاروخا سقط بالقرب من سفينة في خليج عدن على بعد 59 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء عدن باليمن. وأضافت الهيئة أن ربان السفينة أبلغ عن سقوط صاروخ في المياه على مقربة من الجانب الأيسر من مؤخرة السفينة، مشيرة إلى أنه لم يرد تقرير عن أي أضرار لحقت بالسفينة. أعلن الجيش الصيني أنه سيجري اليوم مناورات عسكرية تشمل دوريات قتالية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه،
وكشف الجيش الصيني عن تلك الخطوة بالتزامن مع مناورات عسكرية مشتركة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين واليابان وأستراليا. وتبادلت الفلبين والصين الاتهامات بشأن مواجهة في مياه متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي وسط تصاعد النزاع حول الممر المائي المهم. يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف زيارة رسمية للصين غدا. وقالت وزارة الخارجية الصينية أن لافروف سيجري محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي. نجحت حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في جمع تبرعات بولاية فلوريدا بقيمة 50.5 مليون دولار في ليلة واحدة، ويأتي الرقم القياسي الجديد لترامب بعد أسابيع فقط من تسجيل الرئيس الديمقراطي جو بايدن رقما قياسيا عندما ظهر في مدينة نيويورك إلى جانب الرئيسين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون ليحصل على مبلغ قدره 26 مليون دولار. وتعد هذه الحصيلة لدونالد ترامب بمثابة تحول هائل بين الجمهوريين من فئة المانحين بعد أن تجاوز الرئيس السابق عتبة العدد المطلوب من المندوبين ليصبح المرشح الجمهوري المفترض لانتخابات الرئاسة في 3 نوفمبر القادم. فاز بيتر بيلغريني بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في سلوفاكيا، وتفوق بيلغريني بفارق كبير على منافسه المؤيد لأوروبا إيفان كروتشاك الذي أقر بخسارته وهنأ خصمه. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء دخول قوات الأمن الإكوادورية بالقوة مبنى سفارة المكسيك في العاصمة كيتو، ودعا حكومتي الدولتين إلى حل خلافتهما عبر السبل السلمية. كما أكد غوتيريش على المبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المبادئ الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها، وشدد على ضرورة احترام ذلك المبدأ في جميع الأحوال بما يتماشى مع القانون الدولي. قال الجيش الأوكراني إن قواته دمرت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا على أوكرانيا خلال الليل. وأوضح الجيش الأوكراني أن القوات الروسية هاجمت أوكرانيا خلال الليل باستخدام 17 طائرة مسيرة هجومية، مؤكدا أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية استطاعت تدميرها جميعا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها عززت مواقعها على جبهات عدة في أوكرانيا. ونظرا للهجمات الروسية المستمرة، قال رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده قد تنفد منها الصواريخ الدفاعية إذا استمرت الهجمات الروسية على قدم وساق. في خضم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تواصل القوات الروسية تقدمها في مختلف محاور القتال، وبهدف تعزيز ما حققته مؤخرا من مكاسب ميدانية. تسعى القوات الروسية إلى السيطرة على بلدة شاسيفيار التي تكتسب أهمية استراتيجية للقوات المقاتلة للسيطرة على منطقة دونباس في الشرق الأوكراني. وعززت القوات الأوكرانية من تواجدها في بلدة شاسيفيار لمنع التقدم الروسي ومنعها من السيطرة على البلدة الاستراتيجية. وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا، مبينة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت المسيرة الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة بلغرود.
وزارة الدفاع الروسية أشارت كذلك إلى أن قوتها عززت مواقعها على جبهات عدة، موضحة أن قوتها قامت من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع التكتيكي على اتجاه أفدييفكا، لافتة إلى أن القوات الروسية صدت 12 هجوما مضادا للقوات الأوكرانية في عدة مناطق على جبهات القتال. ومن جانب آخر، شن الجيش الروسي ضربات جوية على مواقع أوكرانية ومعدات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية على اتجاه سيفيري دونيتسك. في غضون ذلك ونظرا للهجمات الروسية المستمرة، قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إن بلاده قد تنفد منها الصواريخ الدفاعية إذا استمرت الهجمات الروسية على قدم وساق. الرئيس الأوكراني طلب الدول الأوروبية والولايات المتحدة بضرورة تزويد بلاده بالمزيد من المساعدات العسكرية لمجابهة الهجمات الروسية. وأشار زيلينسكي لأنه يعتقد أن الكونغرس الأمريكي سيوافق على حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وبعد عامين من بدء الحرب واسعة النطاق، تفقد ديناميكية الدعم الغربي لكييف زخمها، حيث انخفضت المساعدات الملتزم بها حديثا خلال الفترة من أغسطس 2023 إلى يناير 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. حث المستشار الألماني أولاف شولتز على مواصلة الدعم الغربي لأوكرانيا في حربها مع روسيا، مؤكدا أن بلاده لن يثنيها شيء عن جهودها في دعم كييف. وقال شولتز إن أفضل سبيل لمنع أي تصعيد بما في ذلك الصراع المحتمل بين روسيا وحلف الشمال الأطلسي هو الردع الفعال على حد وصفه. اقتصاديا، أعرب رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ عن أمله في أن تكون الصين والولايات المتحدة شريكين وليس خصمين. وخلال اجتماعه في بكين مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين، أشار إلى أن الصينيين يتابعون عن كثب تلك الزيارة، موضحا أن اهتمامهم هذا يظهر التوقعات في تحسن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة. بدورها أكدت يالين أن العلاقة بين بكين وواشنطن لا يمكن أن تتقدم إلا من خلال حوار مباشر وصريح. تجاوز معدل البطالة عتبة 6% في كندا في شهر مارس الماضي، في حين انخفض عدد الوظائف للمرة الأولى منذ 8 أشهر، وبذلك وصل معدل البطالة الآن إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2022، وتعد هذه الزيادة في معدل البطالة في كندا وهي الأعلى منذ 19 شهرا أعلى مما توقعه الاقتصاديون، وتحيي التوقعات بانخفاض وشيك في أسعار الفائدة. ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو لأسعار الغذاء العالمية في شهر مارس الماضي من أدنى مستوياته في 3 سنوات، مدفوعا بارتفاع أسعار الزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان. مدفوعا بارتفاع أسعار الزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان، ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو لأسعار الغذاء العالمية في مارس. المنظمة أوضحت أن مؤشرها للأسعار الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا عالميا سجل في المتوسط 118.3 نقطة في مارس، ارتفاعا من مستوى معدل بلغ 117 نقطة في الشهر السابق. يأتي ذلك بعد أن ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بأعلى وتيرة في مارس بنحو 8% على أساس شهري، وصعد مؤشر منتجات الألبان للشهر السادس على التوالي بنحو 2.9%، في حين زاد مؤشر اللحوم 1.7%. في المقابل انخفض مؤشر فاو للحبوب 2.6%، وهبط مؤشر السكر 5.4% على خلفية رفع تقديرات الإنتاج المتوقع في الهند وتحسن وتيرة الحصاد في تايلاند.
وذكرت فاو أن القمح قاد الانخفاض في أسعار الحبوب وسط منافسة قوية في التصدير وإلغاء عمليات شراء من جانب الصين، مما عوض ارتفاعا طفيفا في أسعار الذرة يرجع جزئيا إلى صعوبات لوجستية في أوكرانيا. وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، رفعت فاو تقديراتها لإنتاج الحبوب في عام 2023-2024 ب 1.1% عن العام السابق إلى 2841 مليون طن من 2840 مليون طن في تقديرات فبراير. وفيما يتعلق بتوقعات عام 2024، خفضت المنظمة إنتاج القمح المتوقع إلى 796 مليون طن من 797 مليونا في توقعات الشهر السابق بسبب انخفاض التوقعات لمحاصيل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد هطول أمطار أضرت بالمحاصيل وظروف جفاف في بعض المناطق. تواصل أسعار النفط العالمية الارتفاع في ظل مخاوف تتعلق بالإنتاج في منطقة الشرق الأوسط وروسيا. سجلت أسعار النفط في آخر جلسات الأسبوع أعلى مستوياتها منذ أكتوبر. المزيد نتابعه في التقرير التالي. ما زالت أسعار البترول العالمية تسجل ارتفاعات كبيرة في ظل مخاوف تتعلق بالإنتاج في منطقة الشرق الأوسط وروسيا. أسعار النفط سجلت في آخر جلسات الأسبوع أعلى مستوياتها منذ أكتوبر، وبلغ الخام الأمريكي 86 دولارا و91 سنتا للبرميل، وسجل خام القياس الأوروبي مزيج برنت 91 دولارا و17 سنتا للبرميل. وبذلك وصل الخامان الصعود للأسبوع الثاني على التوالي بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ومخاوف بشأن إنتاج النفط الروسي في ظل الهجمات الأوكرانية، حيث أشار مسؤول من حلف شمال الأطلسي إلى احتمالية تعطل أكثر من 15% من الطاقة الإنتاجية الروسية، وذلك بسبب هجمات أوكرانيا بطائرات مسيرة على مصافي تكرير في روسيا، مما أضر بإنتاج الوقود في البلاد. وإلى جانب المخاوف المحيطة بالشرق الأوسط وروسيا، جاء قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها الإبقاء على مستوى الإنتاج الحالي في إطار ما يعرف بتحالف أوبك بلس ليدعم أسواق البترول العالمية. كما دعمت السوق أرقام الاقتصاد الأمريكي والتي أكدت ارتفاع عدد الوظائف الجديدة في مارس بوتيرة أكبر من المتوقع ونموا في الأجور، ليشير إلى طلب قوي محتمل على الخام، لكنها قد تؤخر الخفض المتوقع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي. هذه البيانات تأتي في ظل توقعات بنمو قوي للطلب العالمي على الخام وفق بنك جي بي مورغان، والذي أشار إلى أن إجمالي استهلاك النفط في مارس بلغ في المتوسط 101.2 مليون برميل يوميا، أي ما يزيد عن 100,000 برميل يوميا عن تقديرات سابقة. أجلت السلطات أكثر من 4,000 شخص من منطقة غمرتها الفيضانات بعد انهيار سد في منطقة أورينبورغ في جبال الأورال الروسية. وأعلن المكتب الإعلامي للحاكم الإقليمي أن عملية الإجلاء شملت نحو 1019 طفلا، مشيرا إلى أن المياه غمرت ما يزيد قليلا على 2500 منزل في هذه المنطقة الحدودية مع كازاخستان.
وسط ارتفاع منسوب المياه جراء فيضان تسبب فيه انهيار سد في منطقة جبال الأورال، أجلت السلطات الروسية آلاف المواطنين من منطقة غمرتها المياه. وزارة الطوارئ الروسية قالت إنها تستخدم قوارب ومركبات صالحة لجميع التضاريس في عملية الإجلاء، مضيفة أن كثيرين ممن رفضوا الإخلاء سابقا يطلبون الآن من رجال الإنقاذ نقلهم إلى مناطق آمنة. ترتفع المياه بسرعة في الجزء القديم من مدينة أورسك، وتنفذ وزارة الطوارئ الروسية وفرق الإنقاذ الأخرى بما في ذلك التشكيلات الإقليمية والبلدية عملية الإخلاء. وذكرت السلطات الروسية أن منسوب المياه في نهر الأورال يبلغ 9.27 مترا، مما يزيد على مستوى الخطر بمقدار مترين، وسط تحذيرات من التطور السريع للأوضاع بسبب الارتفاع الكبير في منسوب المياه. وضربت الفيضانات في الأيام القليلة الماضية المناطق الجبلية في سيبيريا والأورال في روسيا، بما في ذلك منطقة أورينبورغ وأجزاء مجاورة من كازاخستان. وبينما ثار الحديث في البداية عن انهيار كامل للسد الواقع على نهر الأورال اختراق في موقع واحد فقط من السد الذي يبلغ طوله عدة كيلومترات، ويعمل المتخصصون على ترميمه. أصدرت وكالة الأرصاد الجوية في إندونيسيا تحذيرا مبكرا من حدوث ظواهر جوية شديدة التقلب في عدة مناطق في جزيرة بالي بدءا من اليوم. وتوقعت الوكالة هطول أمطار غزيرة وهبوط رياح قوية وحدوث برق في عدة مناطق، مطالبة السكان بالبقاء في حالة تأهب في المناطق المتأثرة. رياضيا، يواجه فريق الزمالك نظيره مودرن فيوتشر اليوم في اياب ربع نهائي بطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه في لقاء يقام على استاد القاهره الدولي. كان الزمالك قد حقق فوزا بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب على استاد السلام ليضع قدما في نصف النهائي. تأهل فريق مازن بيا الكونغولي لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك عقب فوزه على مضيفه بترو أتلتيكو الإنجولي بهدفين مقابل هدف في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وحقق مازن بي لقب دوري أبطال أفريقيا من قبل 5 مرات، بينما توج الأهلي باللقب في 11 مناسبة كأكثر فريق أفريقي يتوج بالبطولة. فاز فريق مانشستر سيتي على مضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن لقاءات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي. وبهذا الانتصار المهم ارتفع رصيد السيتي إلى 70 نقطة، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة. فاز فريق أرسنال على مضيفه براتيون بثلاثية أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي. وجاءت ثلاثية الجانرز في الدقائق 33، 62، 86. وبهذا ارتفع رصيد أرسنال برصيد 71 نقطة في المركز الأول، بينما توقف رصيد برايتون عند 43 نقطة. يواجه ليفربول مهمة صعبة خارج ملعبه أمام مانشستر يونايتد اليوم في قمة مباريات الأسبوع 32 للمسابقة، ويعود ليفربول على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد بعدما يزيد قليلا عن أسبوعين من مواجهتهما الأخيرة التي انتهت بفوز مان يونايتد 4-3 بدور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
فاز روما على ضيفه لاتسيو بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الدوري الإيطالي، وبهذه النتيجة رفع روما رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين خلف بولونيا صاحب المركز الرابع الذي يلعب اليوم الأحد مع فروسي نوني، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 46 نقطة في المركز السابع. وقبل ختام نشرتنا مشاهدي الكرام، إليكم تذكرة بأهم العناوين. الرئيس السيسي يؤكد خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الاستمرار في دعم الطبقات الأولى بالرعاية. شهداء ومصابون في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدينتي خان يونس ورفح جنوبي غزة. الجيش الصيني يجري مناورات في بحر الصين الجنوبي بالتزامن مع تدريبات رباعية تشارك فيها واشنطن ومانيلا. للمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تخبروا تحيات زميلي محمد المهدي، ولكم مني التحية، أنا دينا سلامة.